نبي وحو واكو مقلي هذوك أبو بكر وعمر وهيه عمر وحو النبي قال له نمن كان وحو لو أئمة الكفر مش كبل عمر دقيس وحو لو مدحدي قال لماذا قال مدحدي دوي وسناديدهم وقادتهم رواية كلي وغاسيدو دي صلاتين تدوي وهجان دي فساد كي كفرك ما أنت إله النوجبي مرضا به المين دبوري محاصم إيسا حول النين والبو صحابة كاميدا نينك أقوحك أديب هكا ورحو أنا أقوح ريب بن عدي أقوسه وريج أسد من صريع باق قصة كشيكي حتى وحيابا إسك بردودا كحيوغو إسك باشال كان عمر مو قلي نينبا موقت مرنا هوش أدكا مرنا إسك يرليلو إسك ير باشال عمر حتى باشال كان مو قلي إيو حيوغو إن مالمها عيدا لير بران برا أما لير بدبودو حتى بيرقى حتى موكل وكار كايا إن تاي حقوق بصر حمية ضعيف نو وكار كايا أسود سريع بها كشيكي وحور المال بان نبي عليه الصلاة والسلام حن نبي الله قبل يابوها أسود سريع جاء مدك الكاهن وأهنشر حور نبي الله أنت الإسلامي كذب قبل بان تري حقوق مانسا يانقع كسي وإلهي آد أقو أماني أضغونا أنكو أقو أماني نبي حور تيد إسكدائي بل أمان تعالى السودة مقشي قبل جمان بالله وإن إله أنكو أمان هاي أنا أمان تي وذا يو حصوب حنين دير واللف وين وهيرد هالكاتشوكتو وما رم بصوب قلبه مركز النبي يقولوا أص عامو يقولوا بهالد قبل جي تشوش وين تشوشي بور نينك بقول النبي يقول هاللي هول بويدي وأجا جود تجي مركو نينك تجي النبي يقول هالكواد قوي واحد كود ذا ماشي كود وان وذي نينكي بعد أنا صول الله بتيبور بكون نبي قلناها صار يحول ور أسبان كود آمس شو شيء قوي أست واف عربي أنا وروان استعمال الله أست أتم وع عربي وأس كتب إلا معنا طاي أس همزة جدنا ياسين لقول ربي أو أس أه مع آمس ما هنا نو عربي نوازي ذا وأنا آمس يبور نينكي بعد نبي قال الله هاللي أول يرب ويدي سؤال وجو جبوت تجاهدنا وصلنا رضي قبل كانوا سيء هذا مرصد حد بالله يا مسي مركا عمر اسمه يقانن عمر يعسون سريع مركا أمو قرنية في الجاهل يسوق يرب أرك سوق عقاد كار لكن هذا إنه عمر يا ما حسوست مركا نين كانوا مودية مركا عمر تجاي يا عربي بوران قبل كان دمي يا عربي بوري وروح يدي ها قبل أنتي نين كان نبي قصد حشري أم مسيي محوها مركا سال يدي وعمر خطاب كذب ما طبعي يستوب بارو فعرفت والله بعد أنه كان يهون عليه لو سمعني الله يكلمني حتى يأخذ برجلي فيسحبني إلى البقيع ساك الشيكي مرك الله يشيك عمر طبعي يستوب اللي يشيكي وحانو قاذب مالك آيضا نبقى نكب حصدي إن الخطر قانتو لكتا يقبتو إتشيدو حبارها بقيع يقين لها أستابر يا بغني وراقي آيات بوري أحمد بعديد كان صوصاري ما أقولها ولها وحكاركا بصر حمو ضعيف نمو لينام بوكاركا عيار اسك بنام بها النقطه شعر اسك في عام بها النقطه روايه حديث كوله وحا كتمت انو نبي كوي نبي الله نكا صدح جري ام مسيسي محوها هذا عمر بن الخطاب هذا رجل لا يحب الباطل نكا وعمر بن الخطاب وانا ما نشعلين ليش ما بتشعل وحيسو رب بردودن كي باشالك يا ولها كما بهلا با مركز اسك الالي ويدو حيليه waxaa ku jira oo nabigu tilmaamay xadiid kaas gabaygu suu dooni waxa u fiicnaade xogow idab darra ama basr xumaan lagama waayaba oo fi isharatu ila anna fi ash-shi'ri anna ash-shi'ra la yakhlu min batilin gabaygu si suu xogow faanay miyada taqan kun hada kuwa gabyo dhan fiiri kuwa Soomaalida gabyo dhan aan maansada tiray kulli markuu u yariyay wuu isfaanahay door intaas oo goor maan samaan tirin oo caawi ugu soo dago waligeyba ma bawsan jiro aan u baleeyaa qabaan ahaaye halaga dhageysto kule oo markaa u yartaa gabay wasiisa waka lagama waayo deel qaf iyo baldig lagama waayo marka nabigu sidaas u yiri waxaaba ku tusay Umar inuu ahaa shadiid fi diinillaah qisadii dheereed ee taqaanay muslim uu warinayay asalkeedu بخارنا قيب كوريا محمد بن عباس لكن يضع دير مسلم باورية مساندي السنن كانوا كتمت باكو دليل وقصة أدو حلوس
dagaalku uu horeeyay muslimiina iyo gaalada isku fuusaareen ee bisha ramadaan dhacay sida bishan oo kale yoom badrin buu ahaa dagaalka kale asaguna bisha ramadaan ku aadeen yoom fatx makka labada dagaal oo culus cusla ee muslimiintu cizi iyo sharaf ilaahay ka raacishay yoom bisha ramadaan bay dhaceen fi shahr ramadaan bay guda dhacay yoom fatx iyo yoom badr yoom fatx yoom badr markay gaala jabtay todobaatan iyo ka badan laga dilay todobaatan maxabiis lagu qabtay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada iskugu yeedhay abubakar cumar cuhmaan cali cuhmaan isaguu ka maqnaa hawlbuu ku haray khaasata ogtihiin marka raggii saxaabada ahay muhaajiriin iyo ansaar buu isugu yeedhay khaasatan raggan cumar iyo cali iyo abubakar buu nabigu u yeedhay iyo cabdullah ibn rawaaxa iyo rag jamaaca inuu la tashaduu damcay saxaabada inoo sheegayo marka weli ma soo degin suuratul anfaal ma soo degin ghanaa'im lama banaynin anfaal lagama sheekeynin khums lagama sheekeynin waxaajo uguba gaalaya muslimiin baa gacanta issaaray waa la kala food qaaday guuldara rabbi gaala ka raaciyay muslimiinta ilaahay u gargaaray xoolaa meesha yaalla maxaabiis carakaa meesha dhooban nabigu wuxuu yihi saxaabay ka taliyay maxaad ka leedihiin maxaabiistan maxaad ka leedihiin abubakar baa hadalka qaatay ninka mustashiirka ah ee isagu ishaara doonaya in lala taliyo wuu aamusaa ma hadla marka hore war hawshana taagane igala taliyo ku leeyahay nabigu waa aamus abubakar baa hadlay nabi allow wuxuu yihi nimankaani waa ahlkeen waa ilma adeerteen waa walaaleheen saddexda qodobba isdaba dhigay ilaahay baa inoo jebiyey baahina maanta waa ina haysaa waa la soo hijrooday ansaar baan culays badan ku hayna dhaqaala daraa jira nimankan xoolo madax furasha inooga qaad hana laynin buuri oo maxaan u laynaynin waxaan rajo ka qabaa inay islaamaan ama dhabarkoodaba ilaahay ubad ilaahay caabudo uu ka keeno muslimiinka uu ka abuuro maslaxadaasuu fiiriyey riximkii buu fiiriyey wada dhalashadii buu eegay hawl dhaqaalo oo markaa dhib jirayna wuu qiimeeyey saddexda qodobba isdaba dhigay nabigu wuxuu waa ku maqlay aduga abubakar cumar haye cumar wuxuu nabi allow nimankan wuxuu yidhi waa aimatul kufri meeshuu ka bilaabay cumar dhegaysa wuxuu yidhi waa madaxdii gaalnimada gaala madaxdeed weeye waa sanaadiiduhum wa qaadatuhum riwaayo kale ugaasyadoodii iyo salaadiintoodii weeye waa hogaanadii fasaadka iyo kufriga maanta ilaahay noo jebiyey mar dambe heli mayna buuri maxaa samaysaa wuxuu yihi nin walbo saxaabada ka mid a ninka ugu xigo u dhiib ha gowraxo aniga wixii reer bani cadi igu soo wareeji cali ibn abi aalib oo kula fadhiya caqiil u dhiib buuri caqiil baa la qabtay caqiil oo cali waalkiya ku jira rag maxabiista xamse oo adeerka oo mujaahida waxaad u dhiibtaaba wixii reer cabdimalib kulli haga gowraco wereyl walaalo ahaayeen iyo oo cabaasna waa waalaalkii labo ilmaadeer adeer u yahay oo ilma cabdilmaali waa joogaan shan nin buuri lagu wareeji ha gowrace ma dhacayse buu ihi maanta oo maxaad ka wadaa xataa yaclam illaahu an laysa lilmushrikiina fii quluubina hawaada buu ihi waxaan rabaa ilaahay inuu ogaado qalbiga annaga wax naxariis inaanan u haynin gaalo waa meeshii nabi allow lagu kala bixi lahaa bui halkan ma aha meeshii sida abubakar loodhan lahaa waa ilma adeeriyo waa cashiiriyo waa qaraabiyo xoguu sandareeraan u baahannahay meeshan ma lahu meeshu waa meeshii dhegta dhiigga lasu dari lahaa ee lakala bixi lahaa cumar markaasugu seeftiisu banaankay taallaa waxaa ka dari doona cabdullahi ibn rawaaxa cabdullahi ibn rawaaxa nabi allow aniga waxay ila tahay seefyaan iska khasaarinin he tog weyn baa dhex fadhidaa bui oo xaabo badan togaan xaabo ka buuxinaynaa kadibna dab baan qabasiyna markuu bislaado olg isla kaxo baan ku guraynaa bu kulligood baan ku guraynaa maxaaba seef iyo walal nagu khasaarin kuwa togan xaabada badan ee geedaha dogobiyu dhex yaallaan waxaanu dogob inoo soo ururiya togan aan buuxinno dabbaan qabatin sidii nabiyullahi ibraahim loo gubay yaan u gubaynaa bu kuwan maanta ninna ka reebi mayno nabigu calayhi salaatu wasalaam ra'yiga abubakar buu qaatay cumar baa ka sheekeeyo nabi maxamed ra'yigaygii iyo kii cabdullahi ibn rawaaxa muusan u bogeyna wuxuu u jixiyey suubanuhu kii cumar cafwan kii abubakar cumar markuu sidaa yidhi cabaas oo maqlay oo maxbuus oo katiinadaysan
يا وحول قطع الله رحمك قطعت الرحم عباس عمر معود هل الله يقول ثم صدق وعباس حمزة هالجوريتشي وعلي عقيل هالجوريتشي نور باني روح ابن عدي إيك نفر بدبالة يمتشرو عباس بحنا صدق وحولي رحم كذا لها قوي أفقدك وطلحهما هذا مركا وقال الله أيوه مركا قال الله أيوه أيوه مركا على برواه معاله إنك يا أشك الداي حقيسة يصب صابع الليل مركي سيدا كلام مرين أبو بكر هالكار دقي عمر هالكار دقي ابن رواح هالكار دقي النبي هو هوش أبو تعليق يصبنه عليه الصلاة والسلام وحول إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن إلهي وحوأت دبعين يا مسلمين تقولوا تضقيبك من رب الدبعين إلى أي قلب يروح ونقضه متكذب عسن عانها وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة نوحوري مسلمين تقاركونا قلب يقولوا رب الله جنا يا أتكينا يا إلى ونحك أتكاذو فلين تأمر كيسا مركو كان دبعين يا نحريس برب قلنا يا إن كان الوطن قضاء مركو كان أتكينا يا انتقام إنا من المجرمين منتقمون بالك دغيا انتقام كوا هول لو بهايا في محل مركو دعاي نحريستونا مركي غوبتي دي جوقتو وا غوبنيمو نبي مركو ما ما وحور نبي ابو بكر ادو وحا كو تسالا ابراهيم يا عيسى عليه الصلاه والسلام نبي الله ابراهيم بات شبهدي يا عيسى ابراهيم وكي كيري فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وفي سميشن ذنب أبو نبيك النعاسي إن الله دجالمي إن واحد كتبي جريها نجنا جسوا في شيء يقول نبنا الله رقمي ما كان ما أنت قعدت كده إنه حلا ذهاي ومن عصاني فإنك غفور رحيم إبراهيم بعد قاداتي إيوه قضية النبي الله عيسى مرك اللي جوي دي أتباع عيسى إلى وغيري إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلهه هذا ضد بدافته وغفور وحاتهاي عزيز الحكيم بات هذا عذابتنا هذا وأضوم هذا أضون عاسي والعذاب جري هذا أضون حريستنا وحنا نقول ما يصير عزيز بات حكيمة أضو هالكاسن مرتالي نبي وحول وإن مثلك يا عمر كمثل موسى ونوح عليه الصلاة والسلام عمره أضو حاس شبه هذي نبي الله موسى نبي الله نوح با أضو كتصالة نبي الله نوح أضو قرن إنسان رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا هل كاسو نبي نوح لمري قال بينسي نبي الله موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نبي موسى شديد بها نبي قاتل عليه الصلاة والسلام نوحنا شديد بها في دين الله كذلك عمر وشديد في دين الله مشوها رحيم لينا أبو بكر في دين الله كمثل إبراهيم وعيسى قضية مركي ساء عضي إله سبحانه وتعالى من حيث الحكم الشرعي وحور جعلاء الربي إرادة شرعية سيد عمر إن ليله من حيث القضاء والقدر والهوشان وحي كل عدي والعقية هاي مالين كذب با عمر صوبحي نبي محمد أبو بكر ويمت نبي اللهم حاكو قد عاي أبو بكر يا عمر أبو بكر يا نبي محايد هلي إيه شيخ وحلو أويسا وحلو أويو وعبرية دمعي إكينا هدان هلا وايد كدر هيا برورت هدان إسكوا هيانا وإسكدن دون وايد كدر ياني بروحون إيه شيخ بو نبي وحور عليه الصلاة والسلام تلدي آذين وديد إيه تلسين أي أصحاب تادون تيكو خلافين أي بندقين في ديقاتو وانكو سيغرني عذاب با وحوين وسو قريق كمبور عمر بحوري قيد نور دوا ابو نبي فرتو كفيقه حوري قيد كان بعذاب كنو سو غاري ان العذاب الى يحول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ايات بسود ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عز حكيم صحابة قاركود با بدنكود وحي أجحيين رأي أبو بكر
ايغو دوني وحو عر دقاله الدنيا رك دوني يا وجهي تاس ربي سبحانه وتعالى قال قبصنيه اما ابو بكر يصوبنه ما يسن ربن عرض الدنيا اسلام كودا اني ديب لو دغو الهي كتوب اقبله اي فيرنين لكن ماشان وحي اهيت واغوشو اوغو هريسيه ان وركيد وحو لو كلا بخو كي لقبتن اونن لو غدوديو كي هورن حارته وبي حارته با حال النبي وما هبونه كنا ما نقبته إنه محابس أرور صدبة إلى أقالت العيو ويكل هذا ويمقدر سكون حلان ويجوتيان ويتوبت كيران ويدلوبان قرما محابس لأورية سنة واجد بعد محابس إن لسيد دايرنا والايد إن حوال نفسنا والله شرعيي إن للدلنا والله شرعيي إن تبوا لكن حل جاء يا ربي شرعيا متش علي فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية رأيك عمر با مركا اجتهادك سحراء اها محلك وافق سن لكن ما دام غنيم إله ينوب بني أصالة قضون هالك أمري سلا سالس كعفي كتابك هر مري حنك هر مري كب حصن اجتهادك ينو يهيب الله شيء إلا يحولي هدان اجتهاد أن عندنا لقوا على بيني اجتهادك في محل مرا النص لهين دليل لهين دليلك خفي هاي هذا تكو اجتهاده أدخل دنت لقوا ما هيست لقوا عقاب ما هي كتاب قا واقضيه إيوه ما هو غني ما أصل كذي لبنا دب لقبنا عند ولا وريا ولا ورورجيا وأقوال بن بالله شجع المهم قرآن كوحوت المامي أحاديثنا تلمامين رأي عمر با صوابها رأي أبو بكر رجع رعينا ولا جحوك بدنا لكن لسكم عقاب وهذه مرك اجتهاد أن لسكوع قابين محان نبي لوغو عنانتي ونبي يقول إن إذا عذابه هل كان إدوسو قاد عذابا يا بال كان ودقي ويقول قوله دون يعرض الدنيا عذابك أسو دقي عذابك الدنيا وهدو يمادنا يعم طالحة والصالح في النظر هطيت يمادو عذابك الدنيا ويمادو مؤمن يمرافه وكوكو بنيا روبك نحريز له الدعوه إن باقو رماتا قوم مركو كبة فسق يحمانتو والهلاقي صالحين ترى والراعيات مركا الفتنة السماوية لما كان الرب صالح يا طالح ساسا هو شو كنت من عمر هلكا وحكم مقطي إنه أها أشد الناس في دين الله إلهي دين كسا الله لي هل هل جرب يستاجو عزي يا شرف الله إيجو لبا حاله إسقاط تجو بني ماذا هلا بيكسدو إسلام عزي يا شرف يقوى نحل سينيس أي ولقي حق الجري وحاكم إذا أوله كتصي قصة حديبية ثوم مرتين أسأل كشيكي حديث كسبة نسوق علينا وحولي لفظ يسوع لقد صالح النبي الله أهل مكة يوم الحديبية على صلح وأعطاهم شيئا أسأل كشيك لو أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر علي أميرا فصنع الذي صنع النبي الله والله ما سمعت له ولا أطعته أبوري نبي محمد أيا سنة كتضباد هجرة كفار قريش شيز وحولق لي آدي آد عسلابه وهوش النبي قو سمعي هدي أمير نبي قو أمير إيقاد لقو وصمعين لها من يلن من أوه قان سمعين كمان مقلين بول يعني محكارك إنا يضعف إيه تهي تبردر إيه دل أي تهي مركا لقو فيريو ظاهر كور لقى إيه اجتهاد لقو فيريو وأنا صح وأنا سيد الصحابة لقو بناينا يمري ظاهر كما هشيس كان مكا الله فيريو أول الله دورو فينا الله قرآن سيئ إنه مصلحية هاي ووحية والنبي الله أمري أن تنكا لقى إيهين والاجتهادان واركتو اللي اجتهاد كان نبي صحابة ويكلا نقاش جريني دل إيه ضعف با كم موقعني وأنا توكا قدو دي عمر يا صاحب دي كقدو دي وحور إسك نبي كان كاب عبصدوه هدي رافي وإن موينا هدي نين ملحوينا أما أميرو أني إحكم وركا وصمين لها واللي مرنبا كما يلين وكي نبي يكون شيئين نينكي مسلمين تكرر دوبنا هل لو يسوع عليو نينك عفوا نينك قال الله كسوه جرودان هل عليو نينكي مسلمين تكرر دوبنا لو يسوع علم هاي يعني قضب كا وقضب كا لو قدو دي محلو شايت كان كروام حي هاوشا نبي محمد وينين تيسا يا نبي الراعي ديسا يا قدر انت سمبا مالك اقول لك موين روح كلو بن ادم كما يا لمبور معايا لي ذل با كتري انا حقا ظاهر ككوري انت اضل ايجين مصلحي سيدنا بي وحي سيدنا بان ليك
هاوشون رمانين وكتاب كنتي لفيرم القرى هاي ولي أن وكرا بحين وكي أبو جندل يمد أو سرق سنة يو سلسلة دي لوها قواتا مركو يمد هاوشان عمر كرب وحوي أبو جندل عمر وحوش كدهي إنو بدبادي سيكو بدبادين إياه وحوش كدهي إنو سن نبي محمد نأوسن بلانتي سي أحدي سي أوسن شبنين أبو جندل لأن قال لو علنين ساك الشيكي هاوش مركا دماتي سهيل بن عبر أودي ذي إن أبو جندل أنو دايو يعني أبو جندل صغرب قالي بول أسوى أبيه الله صعودة وان صغرب قالي وحان أرها رعيب السيف تايدي بان أرها رعيب إشان كتوسي وحان رأنتو يقضفو إنو أبيه قورتا قادو قال كي أها سهيل بن عمر ديبو صحابك إسلامي دونا دوو إنو دلو ربا يعني ربي بول وواهيني والله الله يا هاوش مركا دمات سكروا لو بدا ابو جند الان واي بان بودي بود ابو جند ماشي تاغان بان غرب غلي ابينا اكتاني وحا يدي بود اصبر يا ابا جند ابا جند دلقا ان رغا اسك دغ حيت اوينتو فانما هم المشركون وحن وا مشركين يا قالوا بني ادم ما وانما دم احدهم دم كلب متكود ديغيس وا ديغ اي اي ديغ يوي يوقدر حيا أبا هذا كله صعدة، هيه، ليك سوى ليك أي كفر حلو ربعين وجاه، وشيء وباقية، وأدنيت قائم السيف منه بره، سيفت قال كذي يقعنت لقب سنة يمشي كم يرقبتي، بنوده ويبود، حاجة أنك سقبت أفك إذا سأقول ريحية إنه صلك تلبحه، أبي هو قاضه، مرق هذا يبود، عمر بن الخطاب وددته. وحان شعر اسم مركان سيفت ودوي ان وان هيان لا يا هي وان مشركين ديغود وا ديغ اي فائده ملها ادون كان جوغان حق اومي لها سيفتنا ورار وددت ان ياخذ السيف مني فيضرب به اباه وحان ادو شعر اسم انتو يفهموا او سيفت لبودو ان دهن ويل با ابي دلي ويل يا ابي دلي ما نغا بلن جبني بلنت واسيدي عادي واسيد نبي ما امرين انا ما نسمين انا سيف ما سينين اسغا اي قدف ما أنا قاعد عندي زهية ما شاء الله وكلا بحو عمر ربا كدب عمر بلا ودي محوك قسمي فضن الرجل بأبيه ونفات القضية أبو جندل أبيه بكوبا خيلي نين بارش العزان والعزان بيقول نقضي بمالنك ديبو بهلو بدون أبو جندل هوش انتهي كارتواسي يجرون دونه بدأ تقد دونه كوحدي أبو بصير كبير دونت قرن إنسان لكن هذا وحور أبيه بكبة خيالي وأوده واي إيمان كسر وسين وينو ما أنت أبيه وكفر عشر لكن روح كسر سكوت يقول عمر وانك مركا لا أجب سن لا يا أجب سن وحور رباسيد وذبا ظالم يا سو إنك على بحار لب حاجة تصرّي سلقاته لب قضية مدة دلوا كتشري مدة أي كتشر تجمعنا مدة طلع دورت ويحد دونها كدعو نك الصومالي محور نك لوهن جبهة صومالية فعلى يدير لو كده أرني كانوا الله كقرب صوف فنية بعد صوف ذا عاوة وحور يسكن نستبر وابو مش سب كبري عمر وحور قبى انتي جبنا اللي جحجو إن هوش إله اللود دايو وابو كبري هيا مش كبري يجرو كبري هيا